اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم شلونكم حبايب ان شاء الله الكل بخير وصحه وعافيه اليوم ان شاء الله جاي فيديو جديد اتمنى يعجبكم هذا الفيديو ولو هالمره طولت يعني تقريبا صار لي 8 9 ايام ما نزلت فيديوهات تقريبا من العطله اللي احنا هم خلينا شوي لانه تعب وامتحانات وشد اعصاب يعني حتى لو ما احنا ندرس او ندرس يعني ب... يعني بالنسبه لي ما ادرس دراسه قويه لانه يعتمدوا على نفسهم بس شوي اساعد بالدراسه أه تحسون يعني واحد يحس انه أه ايام الامتحانات شد واعصاب وتدريس ويعني ضغط فالعطلة جت شوي راحة وانا هم قلت خل اخذ شوي راحة وحتى فيديوهات ما نزلت هس تقريبا اليوم الي أه ثامن يوم او تاسع يوم يا اليوم نزلت هذا الفيديو وحبيت طبعا اشتاقيت لكم حيل والحبايبي ومتابعيني فقلت خليني اسوي هذا الفيديو وشاركوني بهذا اليوم الفيديو مالتنا من بعد الظهر يعني شنو سويت بالضبط من بعد الظهر روتين المسائي اكيد بديت بالتنظيف من بعد الغداء غسل المواعين وهاي الشغلات جيلة للتنظيف تنظيف غسل شنو اللي اشياء اللي اشيلها اخليها غسل ملابس يعني مرات واحد تجي له الصبح صراحه نشاط انه يشتغل مرات لا اكو كسل فيصير بعد الظهر واحد يشد حالة ويقوم يشتغل هسه هنا تنظيف من بعد ما نظفت البيت طلعنا برا طلعت برا غسلت الطارمه وشنو الملحقات اللي بالطارمه هم غسلتها وغسلت ملابس وبعدين تخلص على المطبخ اليوم راح يجني حمواتي وخواتي فحبيت ضيافه بسيطه اسويها لانه يعني ما محضر ضيافه بس قلت هي ساعه واحده عندي قلت خليني عندي بالفريز كان باكيت بقلاوه قلت خليني اسوي البقلاوه برمه على السريق. وقلت هاي الوصفة هم تفيد إن شاء الله بشهر رمضان إحنا جايين ومقبلين عليه بخير وصحة وعافية للجميع إن شاء الله فهاي الوصفة إن شاء الله تفيد يعني بعض اللي يحبن يتعلمن هاي الشغلات هي سريعة وبسيطة ما تحتاج حتى وقت هي حتى يعني مرات أسوي العجينة بالبيت بس مرات لا أشتريها جاهزة وهاي من بعد التنظيف شوفوا ما شاء الله الطارمة شلون نظيفة الحديقة شوي يعني احنا هالايام جاي على ربيع فشوي خضار وهاي شغلات حلوة يعني مريحة للعين وللنفس حبيت انه اراويكم هالمناظر وتستمتعون ويانا بالفيديو واكيد من بعد التنظيف شوي نعلق بخور ونعطر البيت بهالروائح الحلوة أكيد شنو اللي كل من أو كل بيت يعني شنو يفضل دائما شنو بخور بس عني يعني أي بخور حلو أسمع بي أجيبه عادي يعني ما عندي شي ملتزمة بيه إلا هاي النوعية لا يعني دائما واحد يحاول يغير ويجدد مو شرط أنه إلا يلتزم بنوع معين وهسه آه راح اسوي البقلاوة او البرمة شوفوا انا جاي اصب البيبسي وانقلبت انترست الصينية يعني عادي غض النظر تصير هاي الشغلات بس هسه شو راح اسوي البرمة اول ما ابدي بالشيرة الشيرة مالتي اكيد قبل وقت لان اريدها باردة هنا عندي قلاص شكر وكلاص ماي وشوي مندوزي او عصرة ليمون راح اخليها تفور آه سبع دقائق سبع دقائق بالضبط واطفيها انتظرها تبرد هسه اجي هنا عندي هذا فول سوداني او احنا نسميه دق السبال يعني شنو نسمونه سمو هنا عندي هذا الفول السوداني حمصته حمصته شوي على الطباخ خذ اللون هذا يعني شلون المحمص بهذا اللون هسه راح اخليه بمحضره الطعام وشوفونا شلون راح يعني ابرشه او اطحنة بمحضرة الطعام شوفوا هالشي اريده وسط لا اريده ناعم كلش ولا اريده خشن وهنا خليت خاشوقة هيل مطحون يعني ما راح اخلي اشياء زايدة بس هاي الهيل مطحون وهو الحشوة هو فول السودان وانتي اكيد اذا تردين الحشوات اللي تعجبك كنافة سميد يعني هو قشطة هذا ورق البقلاوة السعر اتصور الفين دينار يعني ما اتذكر بالضبط بس اتصور الفين دينار نوعيات حلوة هواي بس يعني آه انا هاي النوعية شوي حسيتها شوي قديمة هسه تشوفون من افتحها، وهاي هنا عندي كوبين دهن، الدهن اللي يعني استخدمته مو شرط جنه بس هي جنه اضبط شيء، هاي النوعيه قسمت يعني تصير تنكه الصفراء اذا يعني مشترين منها اللي مشترين يعرفونها هي تنكه الدهن تصير صفراء سعرها 10000، يعني هو تستخدمين منها للكليجه، لهيك البقلاوه يعني للطبخ عادي. وهاي عندي البقلاوه شوف اقول ورق البقلاوه يعني ما حسيته شوي قديم ما تشوفونه بسرعه انقسم او هو اصلا مقسوم بالنص بس يمشي شغل يعني زين صار عندي لا باس بي بس واحد يهتم برق ورق البقلاوه من يشتري يباع الاكسباير ماله على مود يشوفه ايش المده مالته وهذا العود اللي شفتوه طبعا ينباع منهم بالسوق هاي الحاجه بألف ينفع هسه اسوي بها البرمة اول ما امسح الطبقة الورق الطبقة الاولى بالدهن وبعدين اخليها هسه هاي شوي رش خفيفة من دق السبال او اذا تردين جوز لوز اللي يعجبك أطبقه طبقة اتشي واجي ابرم البقلاوة وانتبه شوي شوي على مود لا يشقق عندي لورا وادهن كل ما بيه ادهن وذيك وديش النص ذاك اللي يعني قسمته اغطيه بالنايلون والفه يعني لانه ما يتحمل ابد حتى لو ماكو هواء هو يبس من هذا الهواء الطبيعي يعني اللي بالمطبخ انتبه شوي شوي وامسح بالدهن لأن كل ما مسحتي بالدهن ورقة على ورقة راح تكسب وتصير يعني كأنه بقلاوة سوق بالضبط وهسه اجي ابرمها هيجي واضغطها واسحبها الدهن عندي مو حار كلش يعني اذا حار هم ما يضر بس هسه دا تشوفون هيك طبق تصير هيك شلون كريميه اضل امسح بيها اخذ ورقتين ورقتين يعني ما خذيت بس وحده خذيت اثنين اثنين ورشه خفيفه من هاي الحشوات اللي أنتي اي حشوه تردينها بس هاي الحشوه اللي عندي هي فول سوداني طحنته هيك يعني حبيت اسوي تحليه العصر العصرونيه او للعصاري تحليه سريعه بهيك شيء موجود عندي بالمطبخ امسح بدهن كل ما تمسحين بدهن ما يبس الورق عندك ويسهل لك الشغل هسه انا لانه خليت ورقه واحده جيت خليت الثانيه يعني انت تحكمين بها بس اهم شيء تخلين عزل بين وحده والثانيه الورقه الاولى والثانيه تخلين شوي دهن ان شاء الله جاي شهر رمضان او حتى قبل شهر رمضان يعني ننزل هيك وصفات وحلويات لان تدرون أنتو يعني وخاصه الصايم يحب هاي الشغلات والتحليات بانواعها يعني هذا الورق البغلاوي يعني تشوفونه هي سعره ب بس يسوي في الصينية حلوه و وللعائلة شيء بالبيت وسهل وسريع هسه اجي اقصصه السكينه عندي السكينة يكون ام المنشار على مود تقطع عدل يا اما أنتي تردين قبل لا تقصصين يعني تسوين شلون الشرايط بحيث البرمة مالتك تصير صغيرة بدون ما تقصصين هسه اكيد مشغل الفرن من جوا راح ابدي اشوي من جوا وبعدين اشوي من فوق الوقت نص ساعة ساعة الا ربع مو اكثر. بس هو حسب الفرن مالتك اجي امسح هسه بالدهن نفسه. أه راح امسح الوجه مال البرمات كلها. واذا شفتي الزيادة صار الدهن اكيد راح قبل لا تصبين الشيرة تجين تنزلين الدهن مالته راح ادخلها الفرن وشوفوها من بعد الفرن. هاي هنا عندي الشيرة شوف الثخن مالتها. وباردة طبعا هنا شوي البرمة برمة البقلاوة شوي استوت زايد يعني ما احترقت بس بالتصوير طلعت هذا اللون طبعا طعمها يجنن بس قلت لكم شوية من فوق استوت زيادة ما ادري نسيته شوي فصار هذا اللون مالت الشيرة باردة عندي والبقلاوة حارة وصبيت عليها راح اتركها تقريبا نص ساعة الى ان تاخذ الشيره مالتها وتبرد لان له اكو شغلات من تبرد هي يطلع طعمها اطيب خاصه البقلاوه وهذا شكلها شوفوه النهائي من داخل شوفوا الطبقات شلون فاكه يعني بحيث الكل مقرمش ومكسر بس طبعا نسيت ما انطيتكم صوت القرمشه مالتها يعني الشغله فاتتني بس صدقوني حيل مكسبه ومقرمشه والطعم يجنن الصراحه يعني بدون تعب وسريعه بنفس الوقت وفرد تحليه للعصر ولهنا حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو اتمنى فيديو اليوم استفاديتوا من عنده وعجبكم واذا عجبكم حبايبي لا تنسونا باللايك يعني زر الاعجاب واكون ممنونه من عندكم وانتظروني في فيديوهات جديده ومع الف سلام